السلام عليكم، ورجعنا لكم تاني وان شاء الله هنفك حظر الواتساب عندك. دلوقتي في رساله ممكن تظهر لك لما تيجي تكتب الواتساب او لما تيجي تفتح الواتساب، بيقول لك غير مسموح لهذا الحساب باستخدام واتساب. طبعا في رسائل تانية بتظهر غير كده، لكن في الفيديو ده هنتعلم طريقه فك حظرك على الواتساب وازاي نقدر نحل مشكله غير مسموح لهذا الحساب باستخدام الواتساب. يلا بينا كده نبدا الشرح. ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب، ويلا بينا. دلوقتي كده لما نيجي نروح مع بعض على حساب الواتساب، انا هفتح معاكم كده الواتساب زي ما انت شايف، وبقول له هنا الموافقه والمتابعه، وبعد كده بسجل باستخدام رقم اخر، وهنا بكتب رقم التليفون اللي معمول له حظر. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هسجل رقم التليفون، بعد كده بضغط عندي على كلمه التالي بعد ما اسجل برقم التليفون. بقول لك انا جار استرداد بيانات حسابك، بقول لك هل هذا هو الرقم الصحيح؟ بتقول له هنا نعم. زي ما انت شايف كده ظهر لك لا يمكن لهذا الحساب استخدام واتساب، طبعا بسبب الحظر او الحاجه اللي انت عملتها. طب تعالوا بينا كده نعرف الاول ايه هي اسباب حظر رقمك على الواتساب، سواء كان ظهر لك الرساله دي او اي رساله ثانيه. اول حاجه، انت استخدمت الواتساب الذهبي، طبعا كل الكلام ده غلط على الحساب بتاعك وعلى رقمك، وفعلا بيؤدي للحظر. او انت حاولت تعمل جروب على الواتساب وضفت مجموعات، او عفوا ضفت اعضاء بشكل عشوائي، يعني مثلا انت جبت اعضاء من مثلا 5000 عضو وقمت انت حاططهم على طول في الجروب مره واحده، فمعمل لك حظر. او انت بتبعت روابط، والروابط دي اعتبرها الواتساب ان هي روابط سبام او روابط بيكون مضره للعميل. طيب دلوقتي بقى احنا عاوزين نرجع الواتساب بتاعنا، نعمل ايه؟ كل عليك بس هسيب لك رابط موجود في التعليقات، بتخش تملى الاستبيان، وانا ان شاء الله اول ما يجي يوصلني الاستبيان بتاعك هفك لك الحظر بتاعك ان شاء الله، ويكون في اقل من ساعه. انا هشرح طريقتين، الطريقه الاولانيه انك هتتواصل معايا وهعمل انا من جهتي، والطريقه الثانيه من جهتك انت انك تتواصل مع دعم الواتساب. اول حاجه بروح عندي كده على الرابط اللي سيبه لك في الوصف او التعليقات، بتكتب هنا البريد الالكتروني بتاعك، طبعا ده عباره عن استبيان، بتسجل البريد الالكتروني بتاعك. الاول هنا بتكتب رقم التليفون، اكتب رقم تليفونك، بعد كده بتسجل هنا البريد الالكتروني بتاعك، وتقول لي نوع التليفون بتاعك سواء كان اندرويد ولا ايفون. وبعد ما تيجي تخلص كل حاجه، كل عليك بس بتضغط عندك على كلمه ارسال، وعلى طول بيوصلني الاستبيان بتاعك، وان شاء الله هفك لك الحظر بتاعك انت. طبعا دي من جهتي انا هعملها. طيب في من جهه تانية، انك لازم تروح عندك برضو على الرابط اللي موجود في التعليقات او الوصف، هتتواصل مع دعم الواتساب، خلي بالك من النقطه دي. كل عليك بس بتروح عندك على فريق دعم واتساب ماسنجر. لو واتساب اعمال فانت لازم تبعت لهم رساله على البريد بتاعهم، انك بس مجرد ما بتضغط على اتصل بنا بتبعت لهم رساله على البريد بتاعهم. اما لو انت الواتساب بتاعك الماسنجر العادي، كل عليك بس بتضغط عندك على كلمه اتصل بنا فوق هنا، وبعد كده هنا بتكتب رقم التليفون بتاعك، بتسجل رقم التليفون. بعد ما تيجي تكتب رقم التليفون هتكتب هنا عنوان بريدك الالكتروني، هتكتب كده العنوان بتاعك @gmail.com. طبعا انت لو معاك جيميل او اي حساب تاني مفيش مشاكل، هتنسخ نفس البريد ده كله، تنسخ كده البريد كل ده، وبعد كده بتقول له تاني نسخ البريد هنا، وتقوم انت عامله لاصق تاني لتاكيد عنوان البريد الالكتروني، ولازم ان انت تكتبه صح، بس انا بكتبه قدامك هنا بشكل عشوائي. هنا بقول لك تستخدم الواتساب على الاندرويد ولا الايفون ولا الواتساب ويب ولا الكي اي او اس. دلوقتي بسخط هنا عندي على الايفون، تمام؟ لو عندك اندرويد اختار اندرويد مفيش مشاكل. بعد كده هنا بقى بتكتب رساله دعم او رساله التواصل مع دعم الواتساب بس باللغه الانجليزيه. كل عليك بس هتلاقي الرساله برده موجوده في التعليقات او الوصف، خدها نسخ وضيفها هنا. زي ما انت شايف كده انا خدت الرساله قدامكم نسخ، وبعد كده بقوم انا رايح ضايف الرساله تاني هنا، اقول له لصق، تمام؟ وبعد كده هنا الرساله دي مضمونها ان هو بتبين للواتساب ان اهميه الحساب بتاعك واهميته للشركه كمان، انك بتستخدم الحساب بتاعك ك يعني اعلان، بتستخدمه في الاعلانات على الواتساب او بتسموه اعلانات في الفيسبوك او الانستجرام. المهم تبين بس للواتساب ان الرقم بتاعك قد ايه مهم بالنسبه لهم وبالنسبه ليك. لكن تحت هنا ما تنساش انك بين الاقواس هنا بقول لك كونتري كود اند فون نمبر، اللي هو بتضيف عندك هنا الكود او كود الدوله بتاعك اللي هو بيبدا من اول من زائد او بلس، تمام؟ طبعا بناء ان احنا في مصر دلوقتي بلس 20010، تمام؟ وبعد كده بقى بتسجل رقم التليفون بتاعك. بعد بقى ما تيجي تكتب الرساله وتخلص خالص، كل اللي عليك بس كده بتنزل تحت كده شويه، او بتاخد كده الشاشه معاك يمين او شمال،
طبعا بعد كده بقى بتضغط، بتطلع كده بالشاشه شويه، بعد كده بتضغط عندك على كلمه الخطوه التاليه، وعلى طول يبقى انت رسلت الدعم الخاص بالواتساب. انا هستنى معاكم كده من 10 دقائق لربع ساعه، وهرجع لكم من تاني علشان نسجل نفس الرقم على الواتساب. A few minutes later. ورجعت لكم كده من تاني، وتعالوا هنا كده نشوف مع بعض الموافقه والمتابعه تاني على الواتساب. وبعد كده بقول له هنا استخدام رقم اخر، وبتسجل رقم التليفون بتاعك، وزي ما انت شايف كده بيقول لي جاري ارسال الكود، وبعد كده بيبعت لك الكود بتاعك، وعلى طول بتسجل دخولك على الواتساب عادي جدا، وكل المحادثات وكل المجموعات اللي انت كنت منضم فيها رجعت لك من جديد. طبعا زي ما انت شايف كده ادي الرسائل كلها رجعت من تاني، وكل الجروبات اللي انا كنت منضم فيها رجعت من جديد. هتلاقي رابط الرساله ورابط الاستبيان ورابط تواصل مع دعم الواتساب موجودين في الرابط اللي في التعليقات او الوصف. وبكده انا شرح انتهى، ولو احتجت اي حاجه ممكن تكلمني في التعليقات او على مواقع التواصل الاجتماعي اللي سايبها لك في الرابط. دمتم بخير، مع السلامة.